فيلم Long Story Short من إخراج جوش لوسن. بيبدأ فيلمنا وتيدي بيجري ليلة رأس السنة عشان يلحق يبدأ السنة الجديدة بأول بوسة لحبيبته بيكا. فعلا بيلحق في آخر لحظة، بس بيكتشف ان لبسها هي واحدة ما يعرفهاش اسمها ليان، لكن بسبب لبسها لفستان شبه فستان حبيبته، ولأنه كان مستعجل اتلخبط فيها. بتظهر بيكا وبتلاقيه واقف مع ليان وبتشوف ان فستانهم متشابه، لكن في اللحظة دي بيكون حصل بين تيدي وليان نظرات وإحساس غريب، وبنفهم منه انهم يتشدوا لبعض وفعلا بيحبوا بعض وبيفضلوا في علاقة سنة واثنين وثلاثة، لحد ما اخيرا بيقرر تيدي يتقدم لليان، وبيروح تيدي وليان المقابر عشان يحكي لباباء المتوفي عن لحظة ما قدم الخاتم لليان. وفي الوقت ده بتظهر ست كبيرة بنعرف من كلامها انها دايما بتشوف تيدي مع ليان في زيارتهم للمقابر، وانها طول السنين اللي فاتت مستنية اللحظة دي اللي تيدي هياخد فيها الخطوة ويتقدم لليان. وبتسأله عن معاد الفرح، لكن تيدي بيقول لها انهم ما قرروش وانه لسه محتاج يستنى شوية وقدامه تجهيزات كتير، لكن الست دي بتعترض وبتقوله ان الوقت بيعدي بسرعة، ممكن في لحظة تلاقي السنين جريت قدامك وما تلحقش تحقق حاجة. طبعا بالطريقة اتدبس تيدي قدام ليان وانه يكون فرحهم كمان اسبوعين. تيدي بيلاقي نفسه لبس وواقف في وسط فرحه، لكن بيكون مبسوط انه مع حبيبته. وكعادة تيدي في التأجيل لما بيسأله صاحبه سام عن مكان شهر العسل، بنكتشف انه ملحقش يحجز شهر العسل وانه هيأجله للوقت المناسب. بيوصل تيدي وليان لبيتهم اللي بيبان انه مش متجهز ومأجلين تجهيزات كتير فيه لبعدين وبعدين وبعدين، زي ما تيدي دايما بيقول. بيبدأوا يشوفوا الهدايا اللي جات لهم في الفرح، واللي منها هدية غريبة عبارة عن علبة صفيح مكتوب عليها ما تفتحهاش غير بعد 10 سنين. بيستغرب تيدي لكن بيطنشها، لانه طبعا كعريس وراه حاجات تانية اهم من فتح الهدية دي ليلة فرحه. بيصحى تيدي تاني يوم جوازه بيلاقي بيته متغير وجاهز من كل حاجة. طبعا بيستغرب ازاي ليان قدرت تعمل ده الصبح والوحدها، لكن تيدي بيتفاجئ بليان وهي خارجة عليه حامل وبطنها كبيرة. وقتها بس بيكتشف انه عدى سنة كاملة على جوازهم، والنهاردة عيد جوازهم الاول. وبتحس ليان ان تيدي متلخبط وبتفتكره بيعمل كل ده عشان يبرر نسيانه لعيد جوازهم، وبتقوله انها مسامحاه بشرط انه يعوضها عن ده السنة اللي بعدها. بيحس تيدي انه مش مظبوط وبيقرر ينام، يمكن لما يرتاح يفوق ويفهم ايه اللي بيحصل. لكن المفاجأة انه بينام ويصحى يلاقي سنة تانية عدت وبقى في عيد جوازهم التاني، ومراته خلفت بنت وحصل احداث كتير مش فاكر منها ولا حاجة. وطبعا ليان بتزعل انه التاني سنة بينسى عيد جوازهم. جرائية بيبي مش كده؟ بيحس تيدي انه محتاج حد يساعده، ده ملحقش يخطف له حلم على السريع وعدت سنة كمان. فبيكلم انتيمو سام وبيطلب منه طلب غريب، وهو انه يسجل على موبايله انه يجيله في نفس اليوم وفي نفس الميعاد السنة الجاية ومعاه هدية جواز تيدي للسنة التالتة. سام مش بيفهم حاجة من طلب تيدي، لكن بيوافق عليه زي اي راجل بيحب يكبر دماغه وما يدخلش في تفاصيل. وما يفوتش ثانيتين ومن غير ما ينام بيلاقي تيدي نفسه عدت عليه سنة كمان، وصاحبه واقف مستنيه تحت البيت وبينده عليه يا تيدي يا ابو القتاديد. وبينزل تيدي يقابل سام وبيحاول يحكي له اللي بيحصل له، لكن سام ابيض مش بيفهم حاجة من كلام تيدي ومش بيفيده بحاجة. وبيكون سام جايب لتيدي هدية اطفال وناسي ان تيدي طلب منه هدية عيد جواز، وبكده للسنة التالتة تيدي نسي يجيب هدية لليان، وللسبب ده بتتخانق معاه ليان وبتقوله ان علاقتهم بقت متوترة لدرجة انهم راحوا لمستشارة علاقات زوجية. طبعا تيدي ما عندوش اي خلفية عن كل اللي بتقوله ليان، لان بالنسبة له هو بقاله يومين بس متجوز مش سنتين. ورغم خناقتهم الا ان ليان بتديله هدية عيد جوازهم. وفي اللحظة دي فجأة تيدي بيلاقي نفسه في السنة اللي بعدها، لكن المرة دي ليان مش موجودة. بيدور على ليان وبنته في البيت، ولما ما يلاقيهمش بيكلم سام عشان يفهم منه ايه اللي بيحصل، وسام بيقول له ان هو وليان انفصلوا عن بعض. بيتصدم تيدي من كلام سام لانه لسه بيحب ليان وما يعرفش ايه اللي وصلهم لكل ده. بيفضل تيدي في الدوامة دي، بس المرة دي لما تعدي عليه سنة تانية بيلاقي بيكا حبيبته الاولانيه هي اللي معاه في البيت، ما بيكونش فاهم ايه سبب وجودها،
لكن بيعرف منها انهم رجعوا لبعض بقالهم شهر. وفي الوقت ده بتيجي ليان تزوره، فبيضطر يخبي بكا، وبتكون سبب زيارة ليان ليه انها لسه بتحبه وحاسه بالذنب لانها صممت على الانفصال، وبتفكر انهم ياخدوا فرصة تانية. فبيصدق تيدي يسمع الكلام ده من ليان عشان بيحبها ومش عارف ليه سابوا بعض. لكن في اللحظة دي بتشوف ليان لبس بكا عنده وبتفهم انه معاه واحدة، فبتطلب منه الطلاق بشكل رسمي وبتمشي وتسيبه. بيطلب تيدي من بكا انها ما تجيش تاني ولا ترد عليه ولا على اي مكالمة منه، حتى لو بعت لها رسائل او اتصل بيها او حاول باي طريقة. وبتوعده بكا انه مش هيشوف وشها تاني، لكن ما بتلحقش تخلص وعدها الا ويكون عدت سنة تانية على تيدي، اللي بيلاقي بكا جت تعيش معاه اقامة كاملة، المرة دي فول تايم، وبيعرف منها انه هو اللي طلب ده. طبعا وقتها بيتراجع تيدي عن قراره وبيطلب منها تسيب البيت وتمشي، فبتقوله انها غلطانة من الاول، انها كانت مع الشخص الغلط وهو كمان مش مناسب ليها زي ما هي مش مناسبة لي. مش بيهتم تيدي للكلام بكا، وبيكون كل اللي همه انه يوصل لليان. بيكلم سام وبينزل يقابله عشان يوصله لليان، ولما بيقابله بيلاحظ ان شكل سام اتغير وبيسأله عن السبب، فبيقوله سام بسبب اصابته بكانسر الجلد. بيتخض تيدي وكأنه بيسمع الخبر لأول مرة، رغم ان سام بيقوله انه كان اول واحد يعرفه الخبر ده من 6 شهور. بيتأثر تيدي جدا لمرض سام وبيطلب منه يوعده يقاوم المرض ويهزمه، وفعلا سام بيوعده بده. بعدها بيوصل تيدي لليان اللي بتكون مستنياه يوقع ورق الطلاق، وبتقوله انها تجاوزت علاقتهم ومستعدة دلوقتي تدخل في علاقة جديدة. والحقيقة انها مش بتكمل الجملة الا وتكون سنة كمان عدت من حياة تيدي، ولقى ليان مع باتريك صاحبها الجديد. بيتصدم تيدي، لكن اللي بيفرحه ان رغم مرور السنة الا انه لحد دلوقتي ما وقعش على اوراق الطلاق، ولكن بسبب الاصرار اللي شافه في ليان بيوقع ورق الطلاق. وبيطلب منها ياخد كلبها يمشي شوية، وبيروح بيه على البحر، وبيفضل يتكلم معاه كأنه مش لاقي حد يسمعه ويصدقه غير الكلب. وفي وسط كلامه مع الكلب فجأة بتعدي سنة كمان، وبيكون تيدي شكله مبهدل ودقنه طويلة، وبيبان عليه انه في حالة اكتئاب هنعرف سببها بعدين. وبيلاقي بنته معاه، في البداية ما بيعرفهاش، لكن هي بتعرفه بنفسها، وبتكون اول مرة يتكلم معاها، وبيكتشف ان جواه حب ليها. بيقضي تيدي مع بنته يوم ممتع بيخرجه من احساسه بالاكتئاب، ولما بيوصل بنته لليان بيتحول شكله، وبنعرف ان في سنة تانية راحت منه. ساعتها بيتصل بصاحبه سام، بيلاقي موبايله مقفول، وبنعرف ساعتها ان سام مات، وهو ده سبب اكتئاب تيدي السنة اللي فاتت. بيحس تيدي ان الحياة بتجري قدامه وهو مش عارف يستمتع بيها ولا يحزن في اللحظات اللي كان لازم يحزن فيها زي وفاة صاحبه. بيقرر يروح لقبر سامي يتكلم معاه، وهناك بيقابل الست اللي قابلها اول الفيلم عند قبر بابا، وبتقوله انها عارفة كل اللي بيمر بيه لانها السبب فيه. بيسألها تيدي ازاي هي السبب، فبتعترف له انها اهدته الهدية دي اللي قالت له ما يفتحهاش قبل 10 سنين، وانها وهي صغيرة حد اهداها الهدية دي، وحست انها حاجة ممتعة تشوف شريط حياتك كله مجرد لحظات تعرف فيها ان الحياة مش مستهلة. فبيجري تيدي على بيت ليان عشان ياخد منها العلبة ويفتحها يمكن تتفك اللعنة، وهنا بيعرف من ليان انها انفصلت عن باتريك وانها لسه بتحبه. وبيسألها لأول مرة ايه الحاجات الحلوة اللي فاكراها بينهم، بما انها كل مرة مش بتتكلم غير في المشاكل وبس. بيبدأوا يفتكروا ذكريات حلوة، وبيعترفوا لبعض انهم لسه بيحبوا بعض، وبيقرروا يفتحوا العلبة سوا. ولما بيفتحوها بيلاقوا فيها خاتم الجواز بتاع ليان، ومش بيفهموا ده حصل ازاي، لكن اخيرا احنا بنفهم ده حصل ازاي. بيصحى تيدي من النوم وبيكتشف ان كل اللي عدى ده كان مجرد حلم، بس بيكون ادرك اهمية كل لحظة في حياته. عشان كده اول حاجة بيعملها انه بيحجز شهر عسل، وبيكلم سام ويقوله قد ايه هو بيحبه، وبيطلب منه يتابع عند دكتور جلدية كل سنة عشان يكتشف الكانسر بدري. وطبعا سام ما بيكونش فاهم حاجة، بس بيوافقه كعادة اي راجل ما يحبش يدخل في تفاصيل. وبتفرح ليان جدا بالتغيرات اللي حصلت لتيدي في يوم وليلة، وبيقرروا انهم ما يضيعوش اي لحظة من حياتهم. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.